السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين وزير الرياضة يكشف سبب زيادة عدد صفقات الأهلي الأجانب، ولماذا تحول صايدو ماني إلى النصر. يعني كشف أمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية عن سر زيادة عدد صفقات النادي الأهلي الأجنبية خلال الانتقالات الصيفية الماضية بمقارنة مع الهلال والنصر والاتحاد. واللجنة الاستقطاب تكفلت بجلب 6 لاعبين أجانب إلى الأهلي مع تخصيص 5 صفقات فقط لكل من الهلال والنصر والاتحاد خلال الانتقالات الصيفية الماضية. كانت جلب 5 لاعبين أجانب لكل فريق من بينهم نجم واحد سوبر. وأشارت وزارة الرياضة إلى أن لجنة الاستقطابات نجحت بالفعل في جلب لعاب سوبر لكل من الهلال والنصر والاتحاد، ولكن هذا لم يحدث مع الفرق الأهلاوية. وأوضح عبد العزيز بن تركي أنه بناء على هذا السبب تم تعويض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلعاب أجنبي إضافي من ميزانية لجنة الاستقطابات. وبخصوص صفقات النجم السنغالي صايدو ماني، نفى ابن التركي في تصريحات تفاصيل لجنة الاستقطابات أي يعني فريق على حساب الآخر مثل ما قال مسؤول النادي الأهلي. وأكد فيصل على أن النص كان أول من طلب التعاقد مع ماني، بينما نادي الأهلي تحرك من نفسه في التفاوض مع اللعاب بمخالفات مع قواعد المنصوص عليها والتي حددتها لجنة الاستقطابات. يعني كلش قوانين تلعبش كلش زعماك مكاش كيفاش. وأضاف وزير الرياضة السعودي، للأسف هناك بعض من مسؤولي الأندية السعودية مقيمين في الإنجليز من أجل التفاوض مع عدد كبير من اللاعبين وذلك دون علمنا. وشدد الأمير عبد العزيز بن تركي فيصل على أن الأولوية يعني دائما في أي صفقة تكون للنادي والذي يطلب اللعاب أم لا، بشرط أن يلتزم بقواعد التي تمر من خلال 3 خطوات أساسية. مشي غير هكا على بالك كيفاش داير لهم قوانين، بصح قال لك كاين راك تشوف ماشي غير هكا. يلا ما قصرا عيبه شويه ودراهم كبار، والله دراهم كبار. يعني وزاد تكلم. وأكد أمير عبد العزيز التركي وزير الرياضة السعودي أن بعض الأندية دوري روشان السعودي طلبت إبرام صفقات من أجل يعني الهلهلة الإعلامية. وشدد فيصل في تصريحات عبر يعني 8 على أن أحد الأندية السعودية تعاني من خلال إداري كبير. وكشف وزير الرياضة أن لجنة الاستقطاب جلبت حتى الآن 97 لاعب إلى الدور روشان السعودي، منهم 21 في أندية الأربعة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد. وأوضح بن تركي فيصل أنه لا يتم فرض أي لاعب على النادي، من هو إلى أنه قد تم تلبية المطالب جميع الأندية. وقال النظام تعاقدات للأندية وفق للجنة الاستقطاب يسير بنظام الأسبقية، بمعنى أنه إذ سبق نادي طلب التفاوض مع اللعاب بعينه فبالطبع ستكون له الأفضلية في التعاقد معه عن نادي آخر. وأضاف أما عن تعاقد اتحاد جدة مع محمد صلاح فقد استقبلنا طلب النادي السعودي وكان يعني استقطاب على سبيل الإعارة بمبلغ خرافي لمدة موسم واحد، لأن التعاقد يعني مع اللعاب مع ليفربول كان سري. واستكمل، ولكن عندما استفسرنا عن النادي
عن التعاقد مع صلاح قالوا لا يوجد رغبة، فقلنا الموضوع بشكل حسم. والجديد بالذكر أنه من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من البطولة الدور السعودي موسم 2024-2025 في 22 من شهر مقبل في أوت، غادي تكون بطولة على بالك معولين عليها تكون مليحة على بالك. أو ما غاديش تكون سهلة، تنافس كبير بين أندية هما أونسورتوهم على بالك ما يستعرفوش بعضهم بعض، ستصاري ولا؟ واش صاري بيناتهم هما باش يعينو أربيت بيناتهم يصرا الهوا. ولو كل سمعت انت باش تعرف كيفاش غادي تكون يعني ردة فعل تاعهم، غير تعرف على بالك. ماني شو كي تشوف تايا ماني يعني تاع السينيغال ماشي سهل هو كيف غادي تشوف. حسم نادي تحيل القطري موقفه من رحيل مدربه الفرنسي كريستوف لقيادة نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل، وارتبط المدرب الفرنسي كريستوف بتولي تدريب الاتحاد بناء على رغبة من مواطنه كريم بنزيما. وبحسب الصحيفة ليكيب الفرنسية، ورفض تحيل عرض من الاتحاد لشراء مدة المتبقية في عقد المدرب باريس سان جيرمان السابق. تصنيف خبر الاتحاد الدولي السعودي ما كاش منها تسمى لونترينار اللي كان حاكم الجزائر السابق هذاك صحيح، وهذا شيء يقدر بتحيل. أو شوية صعيبة عليهم، ماشي سهلة، صعيبة صعيبة ماشي سهلة. والله ما سهلة قاع. شوف الناس كيفاش تخدم. هذه هي شوف الناس كيفاش تخدم خويا، بس ما تخدمش هاك، استخدم اللي عدو من دراهم كلش. قال لي حاسبها سهلة السعودية، السعودية قالبة يعني تربح السعودية، حاسبها من قيسو دراهم ولا حاسبها من قيسو دراهم مرزان توما.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجيو لنا لي فيديو، ما تنساوش ثاني تفعيل الجرس واللي بشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.